فيما يتعلق بالدروس المستنبطة وكما اعتادت عليه المفوضية هي أن تقوم بمراجعة تامة ومشاركة الأمم المتحدة لكل العمليات الانتخابية ابتداء من أول مرحلة وفقا للجدول الزمني وحتى يوم الانتخابات في 10/10. نعم، لكل عمل يجب أن تكون هناك مراجعة، وهذه المراجعة هو الوقوف على الإنجازات والنجاحات ومواطن الخلل إن وجدت لكي لا نقع فيها مستقبلا، وهذا أعتقد من الأهمية بمكان أن يكون بأهمية الانتخابات. لذلك نحن اليوم هنا والأمم المتحدة معنا لكي نقوم بمراجعة كاملة لكل العمليات الانتخابية لتحسينها ولكي تكون الانتخابات المقبلة أفضل للشعب العراقي. حقيقة الأمم المتحدة شريك وشريك أساسي، ومنذ بداية اليوم الأول نحن كما تعلمون مجلس جديد، عملنا بآليات جديدة وبقانون جديد، ولولا وجود الأمم المتحدة حقيقة لما كنا استطعنا أن نجري الانتخابات في هذا الوقت المبكر. نحن أمام قانون جديد أوجب أن تكون انتخابات مبكرة، لذلك كان المفروض أن تكون عملياتنا سريعة بما ينسجم مع هذا الموعد. نعم، قمنا بالتعاون المثمر وفي كل المجالات، نجد هناك خبير للأمم المتحدة في كل قسم، لا بل أكثر من ذلك في كل مكتب من مكاتب المحافظات، وعملنا كشبكة واحدة وكشركاء حقيقيين للوقوف على كل الإجراءات الانتخابية ابتداء من إعداد الجدول الزمني وحتى يوم الانتخابات في 10/10. لذا حقيقة وكما هي مداولاتنا اليومية بأن يكون للأمم المتحدة دور أكبر. كيف يكون دور أكبر؟ هو بزيادة عدد الخبراء. كيف يزداد عدد الخبراء؟ هو أن يكون لهم وجود في كل مكتب انتخابي وفي كل قسم، مثل ما هم في المكتب الوطني نجدهم أيضا في المكاتب في مكاتب المحافظات، لكي نستطيع أن نضع أسس وقواعد وإجراءات وأنظمة تنسجم مع القانون، بل نسعى إلى أن يكون لنا هناك تواصل مع البرلمان لكي نقوم بتحسين وتعزيز النظام الانتخابي في العراق للدورات القادمة. الحقيقة الانتخابات في العراق هي انتخابات أعتقد هذه الدورة الخامسة، ودورة خامسة أكيد تعطي مهارات للموظفين وللمدراء في هذه المؤسسة. هذا النجاح الذي قمنا به والذي أشاد له العالم لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من تعاون ومن مهارات موجودة لدى الموظفين استطاعوا من خلالها أن يرسلوا هذه الثقة أو سياسة الثقة للجميع، بدليل أن الجميع كان راضيا وكان فخورا بهذا العمل.